نوصل للفكرة الأخيرة من برنامجنا اليوم. شيف فريد صار جاهز ومعه وصفة جديدة. هاي شيف. كيفك؟ هاي كارلا. الحمد لله مشتاق لك. منيحة. أنا عفافة كمان غيدرتني وصارت جاهزة أيضا لتساعدك. شو محضر لنا لليوم؟ اليوم عندنا جرين كاري تاي تشيكن. واو. طبق تايلندي بامتياز. نتعلم أول شيء كيف نعمل جرين كاري. هلا أنا عملته على الهواء بس تنشهل شوي. نعم. اوكي رح اقول لكم بيحتوي على شو. انت شي مره سامع عنه عفاف الجرين كاري؟ لا بدي اسمع الريسيت منك. يلا هلا الكاري. وقت نقول كاري مش معناتها الكاري اللي بنشتريه بالسوبر ماركت البهارات. الكاري خاصه بتايلندا هي عباره عن عجينه انه مثل معجون نعمله مع كذا حشايش كذا بهارات. هون الجرين كاري او الكاري الاخضر بيحتوي على حبق, بيحتوي كمان على كمون, بيحتوي كمان على كزبرة حب. اوكي اول شيء الكمون والكزبرة حب دائما بنحطهم شوي على النار بس تنطلع لهم طعمتهم هيك انه كمان يظهروا كمان أكثر. ندعم شوي الطعمة. نرجع بعدين نحط كل شيء بالميكسر مع رون حار مع فليفلة خضراء. اوكي مش فليفلة حمراء هون عم نعمل جرين كاري او كاري اخضر. بنحط معهم كمان شيف من هي الطعمة ما كثير بتفرق بس كشكل وكلون تفرق. اوكي اوكي بنحط كمان شوية جينجر, بنحط كمان شوية ليمون جراس. انا هون عندي حبة ليمون جراس لفرجيكم اياها. اوكي بنلاقيها بالسوبر ماركت, بنلاقيها بكل السوبر ماركت بلبنان. اذا ما لقيناها مش مشكلة ابدا يعني. أوكي. مش هالمصيبة الكبيرة. هي بس نشم ريحتها. مظبوط. بالفرنساوي سيترونيل اسمها. سيترونيل صح. اوكي الليمون جراس في طريقه معينه بس بتكون اخف نشتغلها. سيترونيل شو بتكون اخف يعني؟ ما كثير يعني بتعطي السيترون بس مش الحد يعني. لا لا ما في حديه حامض دوسة. بعدين في عطر ما بتلاقيه بالحامض. صحيح. اول شيء لازم نقطعه هيك بالنص. نرجع بناخذ الشفره محل ما هيك جاي مسطحه وبنفعوز شوي الليمون جراس تبعنا. ليش؟ تنطلع له كل شيء فيه طعمة يعني. ومظبوط إساس. هلا هون في عندي بصل أبيض. أوكي بنحط أول شيء البصل الأبيض. أكيد ننتبه إنه هون عم نشتغل مع زيت نباتي. ننتبه إنه زيت النباتي يكون صار حامي مثل ما لازم. هون أنا عندي ووك اليوم سبيسيال. إيه كيف لكان دايما شو اسمها هالقلاية؟ شو هي؟ ما عندها اسم خاص لإلها؟ هيدي اسمها ووك. ووك دبليو أوكي. اوكي الووك يلي هي المقلاية اللي بيستعملوها بغرب جنوب اسيا. اوكي يعني تشاينيز كثير بيستعملوها لها. مظبوط للتشاينيز فود. تشاينيز فود تاي فود كثير بيستعملوها. اوكي في عندي البصل حطيناه بدنا نحمره. نرجع كمان هون عندنا فليفله حمراء. عم بحط فليفله حمراء هون بقلب الطبخه مش الكاري. اوكي الكاري يلي هو المعجون عندي اياه هون ضربناه بالمكنه. اما عم بحط فليفله حمراء بس تنعطي هيك شويه لون للطبخه. اوكي بنخليها هيك تاخذ وقتها تحمي. مزبوط نرجع بنحط شويه رون حار اخضر. الفليفرز اللي عم بتحضرهم بيلبق لهم الحار, بيلبق لهم هيك الكون طعمه قوي. هلا اكيد اذا بالبيت ما بنحب كثير الحار ما ضروري نكتر بس انه هيدا اكله تعتبر اكله يعني جدا سبايسي. اي يعني اللي بيحبوا سبايسز رح يحبوها البهارات يعني والنكهات. صح 100%. هون في عندي كزبره مورقه. ميرسي شفتين. اوكي رح احط شويه كزبره مورقه ورح اترك الباقي للاخير. كمان دائما بنعملها ورق لحتى تحافظ على النكهه. طبعا 100%. انا دائما بسمع التبسيت تبع الشيف عفاف. يلا صيت غنى ولا صيت شيف؟ يلا معلي. لا بالعكس هذا صيت صيت منيح منيح بكل الأحوال. بس مش بس منيح بس انه بتستاهلي هيدا الصيت. اوكي من بعد ما حمينا شوي كل الانجريدينتس خلينا اكيد الفليفله تاخذ شويه وقت يعني تدبل شوي بس تتدبل شوي تما تكون كثير قاسيه. بنحط السيترونيل او الليمون جراس. هي اللي رح تعطي كل نكهه لطبختنا. حطيتها مثل ما هي يعني انجا. اي طبعا بنحطها مثل ما هي. ليه؟ لانه اخر شيء بنرجع نشيلها قبل ما نسكبها. اوكي بس الحموضه هيدي الباز. هلا بناخذ الجرين كاري بيست تبعنا او معجون الكاري الاخضر وبنحطه بقلب الووك. طبعا كمان انتم بالبيت بتتحكموا حسب قد ايه بدكم اياها تكون حره او لا.
اوكي. هلا هيدي الستيب كثير مهم، نحط الجرين كاري قبل ما نكمل مع بقيه المكونات، ليه؟ لانه على حراره شوي عاليه المعجون بده يصير كمان يعطي طعمته ويعطي مفعوله ويجي يغمر كل شيء في عند المكونات حتى يطغى، يعني طعمته رح تطغى على النكهات الموجوده. صح، ومش بس هيك، لانه المعجون رح يذوب شوي ورح يختلط مع زيت الزيتون رح يغمره كل شيء في عندنا مكونات. اوكي، هاي كثير مهمه. اما هون في عندي طنجره جاسمين رايس او الرز المعطر بالياسمين. كيف عملناه يا شيف؟ كثير هينه. لكل كوب رز بنحط كوبين مي بسمتي ولا لا؟ اسمه جاسمين رايس. اسمه جاسمين رايس. هلا اكيد فينا نستبدله بالبسمتي، بس الجاسمين رايس اطيب بكثير لانه عنده نكهه الياسمين يلي كثير بتلبق مع الجرين كاري اللي عم نعمله. اوكي، يلي هو نوع رز تايلندي 100% بامتياز، كمان كل سوبر ماركت بنلاقي، كمان عم نعملها بنفس غالي. طريقه البسمتي والكيف لكن بنحط كوبين سايل لكوب رز، بنحط شويه زيت زيتون او فينا نحط كمان زبده، بس انه زيت زيتون بيضل هيك شوي هيلثي اكثر. هيلثي ونكهته طيبه. سو بنخليه اول شيء يغلي، بس يغلي بنخفف النار، بنغطي فوقه، نتركه لفتره ربع ساعه تما يكون في مي بقى وبيكون طبخ الرز. هلا هون في عندي شويه عصير حامض، اكيد فينا نحط عصير حامض اخضر كمان او اللايم يلي بيلبق بعد اكثر، لانه دجاج في السيترونيل. صح، هالفليفرز مزبوط. هلا انا اللي عملته، في عنا تو تشويسز، اوكي، خيارين، او بدنا ناخذ كوكونات ميلك يلي هو حليب جوز الهند. نعم. اوكي، او فينا ناخذ كريم فريش عاديه وندعمها مع شويه جوز هند يكون مطحون، بودره جوز الهند. اوكي، نحن هون رح نعمل ثاني اوبشن. اوكي، مع انه كمان كوكونات ميلك بينوجد بكل شيء في سوبر ماركت. انا بستعمله عاده للكوكونات ميلك، طيب كثير لانه بيعطي هالعطر الطيب كثير، وحتى لو جبته لايت بضل يعطي نكهه كثير طيبه. صح، هلا هو بيجي لايت اكثر من كريم فريش. صحيح، بس الكريم فريش انا ليه بحبها؟ لانه بعدين بس نسمكها مع بودره جوز الهند بيطلع لنا شيء عن جد هيك ما يكون دسم، كريمي اكثر بكثير. نعم صحيح مزبوط. هلا انا هون تاكسب شوية وقت كنت سالق الدجاج تحت الهواء، مثل ما نكون شايفين سفين الدجاج قطعناها مربعات، اوكي، او مستطيل بالاحرى، 3 سنتيمتر بسنتيمتر. اوكي، هلا وقت عندنا وقت ونعملها بالبيت هيدي الطبخه، فينا نحط الدجاج، يعني فينا نسقطه بس نحط الكوكونات ميلك، واكيد ساعتها على نار هاديه بنخلي الطبخه تاخد على بعضها، كل المكونات كمان تاخد على بعضها لفتره ربع ساعه لثلث ساعه. اوكي؟ نعم، على نار متوسطه. نرجع هلا اكيد نخلط كل شيء. شايف معلش اذا اعطيتنا تيبس بخصوص الدجاج كيف منقطعه، اي متى ننظفه قبل ما نقطعه بعد ما نقطعه؟ طبعا هلا اول شيء لازم دائما ننظف الدجاج قبل ما نقطعه. ليه؟ لانه المشكله بس نكون قطعناه يكون عندنا شويه دهن على هيك قطعه صغيره، فتنظيفها بيصير ثقيل كثير. كرمال هيك ناخذ السفينه مثل ما هي. اول شيء في عندنا مثل جلده صغيره، مثل مبران صغيره، فينا نشيلها باصابعنا، اكيد نكون عم نلبس كف، نكون كمان غسلنا ايدينا بالصابون واخذنا كل وقتنا. نعم. اوكي، نرجع بعدين في عندنا الكارتيلاج او مثل العظام الصغار كمان فينا نشيله. بتفضل انه نكون مسحب مش الدجاج مسحب عاده بنستعمل؟ انا عم بحكي عن سفينه مسحبه. ايه، بس حتى السفينه المسحبه منها نظيفه. اوكي، يعني لو جبنا افخم ماركه بيضل في شويه دهن، بيضل في شويه كارتيلاج او هول العظام الصغار كثير. يكونوا بين فينا نقول عضلات وعظام. نعم. هول كمان مش طيبين ابدا لانه بيعلقوا كثير. بننظفهم. سو بننظفهم. بعدين؟ وبعدين بنستعملهم. هلا اكيد الدجاج كثير حساس، يعني شنو نخلص تحضيره لازم دغري نحطه بالبراد. اوكي؟ هلا هون فينا نقدم هالوصفه بطريقتين، او بنحط رز مثل ما هو. هلا انا دائما بحب حط رز اون ذا سايد او على جنب، او فينا نتركه بالووك اذا عندنا ووك حلو بالبيت. كثير هيك انه بيطلع شكله حلو. ساعتها شو بنعمل؟ بنجيب اول شيء شويه لون. اوكي، هلا هون رح طفي النار تحتها مع الكزبره اللي بقيت. بنجيب شويه لون مع الكزبره اللي بقيت. نعم. اوكي، فينا ندعم كمان لونه هيك فريش 100%. فينا ندعم كمان مع شويه رون حار. اذا بنحب البندوره فينا كمان نجيب بندوره كرزيه مثلا نقطعها اثنين تطلع كمان مهضومه كثير. اوكي، سو الرز ساعتها اذا ما سكبنا الدجاج نسكب الرز.
كيف بدك. اوكي رح نصبه هيك بكاسه بيطلع مهضوم كثير. اوكي هلا او اكيد اذا بنعرف انه عندنا كتار بيكونوا عم ياكلوا ساعتها بنجيب مثلا صحن يكون اكبر. نعم بلبنان هيدي ما بتقدينا. هيدي لا ما بتقدي عيالنا كبير اسم الله. اي هيدي هيك سامبل يعني. هيدي رح نعملها هيك سامبل 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 سمبل سامبل. شيف فريد بدي اشكرك كثير على الاكله الغير شكل اليوم، شكرا لك. وشيف عفاف شكرا لك ايضا. اهلا وسهلا فيك يا شيف عفاف، يعطيك الف عافيه. اهلا وسهلا فيك. انا صرت جاهزه مشان تدوق. اكيد تفضلي. شكرا لكم.